هنا نتواجد بمدينة تاليوين، مركز الذهب الأحمر أو الزعفران. تقع تاليوين على مرتفع يفوق 1400 متر عن سطح الأرض، وعلى بعد 90 كيلومتراً على مدينة تارودانت. ينقسم المجال الجغرافي لإنتاج الزعفران إلى منطقتين رئيسيتين، منحدرات الجنوب الشرقي وغرب السلسلة الجبلية للسلوة. بين أهم الجماعات التي تنتشر بها زراعة الزعفران نذكر أسيس، أكادير ملولن، سيدي حسين، أسكاو وتسوسفي. خلال فترة الجني والتي تمتد إلى أسابيع وتتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات باليوم، وفي كل صباح قبل طلوع الشمس جموع من النساء يسارعن الزمن لقطف الزهرة قبل تفتحها باستخدام طرق سليمة تحتاج دقة كبيرة نجحت فيها المرأة التاليوينية، والتي باتت تطلع بدور مهم في عملية الإنتاج، وبالتالي أسهمت في جعل المنطقة تحتل مركز الصدارة عالمياً وتسويق زعفران ذي جودة عالية. الوردة ديال الزعفران فهي واحد الوردة اللي هي حساسة بزاف، وكيخصهم ينقيوها في نفس النهار. كما كنلاحظوا هنايا فالعيالات هما اللي كيقوموا بهذه العملية، لأن كتطلب مجموعة ديال التركيز أولا نقدروا نقولوا حتى بالدارجة ديال التاويل والخاطر باش ينقيوا باش يعطيونا واحد الزعفران اللي عنده واحد الجودة واحد الجودة عالية. وباش يعطيونا داك الزعفران جودة عالية فهما هاد النساء هادو ديال التعاونيات الفلاحة اللي كاينين في المنطقة ديالنا استفدوا من مجموعة ديال التكاوين، واستفدوا يعني مجموعة ديال التكاوين والتأطيرات اللي يعني حول المعايير ديال الجودة وديال السلامة الصحية باش يعطيونا واحد المنتوج اللي عنده واحد القيمة عالية في السوق. تضم تاليوين أزيد من 40 تعاونية محلية لإنتاج الزعفران، ما جعل المنطقة تعرف إنشاء دار الزعفران التي باتت تعرف ببورصة الذهب الأحمر، والتي دشنها جلالة الملك محمد السادس يناير 2011. يتمثل دور دار الزعفران في تنظيم الأسعار وتحديد الثمن المرجعي، كما تعد المجمع الرئيسي للمنتجين من أجل تثمين وتسويق الزعفران ومراقبة جودته لتلائم المعايير الدولية عبر مختبر تضمه الدار. كنراقبوه وفق المعايير الدوليه ايزو 36-32. اول تيست كنقوموا به هو كنشوفوا الرطوبه، لان الرطوبه ما خصهاش تتجاوز 12%، يعني خصها تكون اقل قطعا من 12%. هذا اول مرحله. من بعد كنشوفوا التحاليل الكيميائيه باش نعرفوا اش من صنف هذاك الزعفران، واش صنف واحد ولا جوج ولا ثلاثه، ودائما وفق المعايير الدوليه. من بعد كنرفضوا صراحه هذاك الصنف ثلاثه وكنحتفظوا فقط بصنف واحد وجوج. للسنة 13 على التوالي تحتفي تاليوين بذهبها الأحمر تحت شعار زعفران تاليوين رائد المنتوجات المحلية ورافعة التنمية القروية. وأبت الجمعية هذه السنة على أن تكرس وتنهج عرفا للسنوات المنظمة لتكريم شخصيات مهمة في ميدان الزعفران. مهرجان الزعفران هذه السنة افتتحه وفد رسمي، وتميز اليوم الافتتاحي بتكريم 3 فلاحين تقديراً لمثابرتهم في زراعة الزعفران. برنامج هذه السنة كان غنياً ومتنوعاً، ضم معرضاً للمنتوجات المحلية وورشات تكوينية وتحسيسية ومداخلات علمية وأنشطة رياضية وتربوية، بالإضافة إلى السهرات التي تضفي الجمال الفني التراثي على مهرجان تاليوين كل سنة. الهدف ديال المهرجان هو تتمين هذا المنتوج ويكون دولي بامتياز، على أساس أننا نستقبلوا الناس أخرين اللي عندهم تجارب أخرى يجيوا عندنا، سواء تعاونيات سواء شركات سواء منتجين حتى ديال برا. كيمكننا انه نعرفوا بالمنتوج ديالنا لا في المنطقه ديال تاليوين لا في لا محليا اقليميا ووطنيا، لانه كيتوافد واحد المجموعه ديال الزبناء اللي كيكونوا جايين من بزاف المناطق ديال المغرب، وهذه كما قلت فرصه
اللي كنحاولوا انه نعرفوا بها بالمنتوج، سواء لا ديال الثومه، سواء لا ديال الزعفران، سواء لا العديد المنتوجات اللي كتشوفوها كاملين هنايا بالمعرض. وكنشكروا المنظمين على التظاهره وعلى حسن التنظيم. التعاونيه الفلاحيه النسويه تيمغارين تاليوين تعطت لها الفرصه باش تشارك في هذا المعرض الدولي للزعفران باش تبين المنتوج ديالها المحلي اللي هو الزعفران اللي هي ماده حيويه اساسيه. المعرض كان فرصه باش اننا نشهروا التعاونيه ديالنا، وكذلك نتعرفوا على مجموعه ديال التعاونيات اللي من تاليوين من تازناخت، وكذلك مجموعه ديال المنتوجات اللي هي محليه. المعرض الحمد لله داز مزيان، وكنتمنوا السنوات الجايه يكونوا احسن بكثير من هذا العام. المهرجان الدولي للزعفران بتاليوين يفسح المجال لأطفال المنطقة وشبابها للتعبير عن مواهبهم، وذلك من خلال أنشطة تربوية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني التي تسهر على تنظيم صبحيات وأمسية ترفيهية لفائدة الأطفال. دورة هذه السنة من المهرجان الدولي للزعفران تضمنت عروضاً تحسيسية ولقاءات علمية استهدفت الفلاحات والفلاحين من مختلف الأعمار وبعض المتدخلين في سلسلة الزعفران، وكذا المهتمين بمجالات العمل التعاوني والسياحة. معرض راه تظاهرة فلاحية بامتياز، ستكون تظاهرة فلاحية، إذن الهدف هو التحسيس يعني إخبار الناس يعني باش يواكبوا يعني المستجدات في المجال العلمي اللي كتخص هذا المنتوج. ناقشوا المتدخلين مواضيع الحكامة داخل التعاونيات، نتائج البحث العلمي حول مشروع إنتاج وتكثير بصيلات الزعفران، أهمية التسميد العضوي والحماية البيولوجية والتحفيز البيولوجي في إنتاج الزعفران، وعرض حول السياحة المسؤولة، وآخر حول تقنية إكثار بذور الزعفران والمحافظة على رصيدها من القوارض. المحاور ديالو فيه الجانب التحسيسي، الجانب التوعوي، ثم الجانب ديال اللي كيتعلق بالممارسات اللي خص تتبع فيما يخص انتاج وتكثير بصيلات الزعفران من الحقل ثم الحفر عليها، الطرق الملائمه والوقت الحفر عليها والفرز ديالها والتعبئه ديالها والطرح ديالها في السوق. الزعفران نستافد كيس التكوينات ديال غمكه، نستافد كيس التجربه، ما من كنقل الزعفران، ما من كنستنتدوا هذا، ما من كنا الوقت نجني التحضير التكوينات، على خما لا نستافد كيس مزيان نخدم الزعفران مزيان، اذا كان النتيجه غتكون مزيان. ووعياً من جمعية المهرجان الدولي للزعفران بأهمية الرياضة، وضعت ضمن برنامجها هذه الدورة سباقاً على الطريق للذكور والإناث بمشاركة رياضيات ورياضيين من المنطقة، سهرت على تنظيمه جمعية الشباب للرياضة بتاليوين، وشارك فيه شباب المنطقة، كما تم توزيع الميداليات والجوائز المالية على الفائزات والفائزين. هي تتويج لمجموعة من الدورات السابقة اللي كتنظم على غرار المهرجان الدولي للزعفران بتاليوين، وكما شاهدتوا واحد الجمهور كبير اللي حج المنطقة باش يشوف السباق هذا، منهم جمهور محلي وجمهور اللي جاي على برا. تكلاسيت في المرتبة الثالثة محلية في سباق الزعفران بتاليوين، المهم السباق داز وهذاك واخا الباركو اللي يقصح شويه، والحمد لله الزريمات بخير، حاضرين بزاف العدائين وعلى الصعيد الوطني. السباقات شاركنا كيستوكت العدائين غير المغرب تمازيرت تاليوين اللي تعرفنا اصلا الابطال اللي دارين لها نواتيك مقورن على المستوى المغرب، المستوى نومادال. مهرجان تاليوين وبالإضافة إلى مكانته العلمية والتربوية يعد أيضاً ملتقى سنوي للتراث الفني. في هذه الدورة احتضن المهرجان وعلى مدار ثلاثة أيام سهرة فنية تراثية من أداء فرق محلية ووطنية.
وتميزت أمسية المهرجان بتتويج المتعاونات الثلاث الفائزات في المسابقة النسوية بعملية تشذيب ورود الزعفران، وهي عبارة عن جوائز مالية وشواهد تقديرية. كما كرمت جمعية المهرجان هذه السنة علمين من الرويس تقديرا لقصائدهما الأمازيغية الموزونة، وهما الرئيس الحاج لحسن جماع والرئيس عثمان زولد. مهرجان الزعفران في نسخته 13 عرف نجاحا مبهرا نتيجة تضافر جهود الشركاء، فضلا عن الدور الإيجابي للتنظيمات الفلاحية بمنطقتي تلوين وتزنخت. ومع تتابع دورات المهرجان وتدافع الطاقات البشرية وتنوع الأنشطة والمنتوجات، يبقى هاجس الجميع هو أن تستجيب التظاهرة خلال الدورات المقبلة لتطلعات فلاحي وساكنة تلوين. We arrived two days ago in Talwin, and it's been fascinating to come to the festival and to learn more about the saffron harvest. We're here doing a story for En Route magazine, and yesterday we went out to a cooperative to learn how the flowers are picked. I got to pick some flowers myself, which was really interesting, and then came to the festival yesterday, saw the ceremonies, saw people dancing, the drums, and today we watched the women picking the stigmata out of the flowers, and it's been really fascinating to learn all about the production. Donc, on suit le parcours du safran depuis la récolte jusqu'à la commercialisation dans les marchés aux épices. Donc on est venu à Talwin pendant le festival et la période de collecte, de récolte, pour pouvoir assister, voir exactement comment ça se passe, et puis aussi rencontrer les gens de la filière qui nous donnent des informations. Okay. On a été en fait très surpris à quel point tout était bien coordonné, et puis la maison du safran, ces éléments qui sont quand même super intéressants, et puis on sent vraiment qu'il y a eu une organisation, qu'il y a eu des efforts aussi financiers dans l'industrie, sûrement dans les dernières années, et puis le festival il a l'air super bien organisé. كثرت العارضين المتنوعين وكيكونوا حتى الزوار من برا السياحه كيكونوا يعني هذا المهرجان يعني عطانا حنا كساكنه تلوين واحد الاشعاع دولي